عيد بلا مشكلات صحية، خريطة للتعامل الآمن مع الأكل وحتى نتفادى كل المشكلات اللي تفسد علينا فرحة ولمة العيد. دكتور عم، لما أكل لحمة كتير أو بروتين كتير أي مكان نوعه، ولا لحمة تحديدا إذا كان ده دقيق يعني، بتتحول لسكريات وكربوهيدرات؟ بص حضرتك، اولا البروتين في اللحوم تقريبا يعني كل 100 جرام فيهم حوالي 20 جرام، يزيد بقى 2 ينزل 3، ده بالنسبه للحوم سواء حمراء او بيضاء يعني. ده مبدئيا يعني. البروتين هو عباره عن احماض امينيه. كل الاحماض الامينيه تستطيع انها تتحول الى سكر الا حمضين فقط. حاجه مش هقول اساميهم، دي حاجه علميه قوي يعني. المهم يعني كل هذه الاحماض يعني من 20 اتنين ما يتحولوش والباقي يتحول. دي نسبة كبيرة، ده يعني فإذن 98%. في جزء طبعا، ولكن مش هيتحول جوه الجسم الا لو انا مش عايش صح. بمعنى انا دلوقتي باكل صح، وجبتي منظمة فيها جزء البروتين وفيها جزء الكربوهيدرات اللي هي النشويات وفيها جزء السكريات في وقتها وفيها جزء الالياف اللي هو الخضار والسلطه والفاكهه. ده جانب الخير، احنا بنتكلم على جانب الشر يا ما دكتور. انا جاي انا قصدي الاصل هو ايه؟ الجسم يحب يطلع طاقه منين؟ من السكر، تمام، من السكريات، ثم من الدهون، واخيرا من البروتينات. فالبروتينات الاصل فيها انها يعني تساعد على صناعه اللي هي كل حاجه بقى الجسم محتاجها. الانزيمات بقى وعمليات الجسم اللي عشان يعيش، بناية الكتلة العضلية والنمو في الأطفال، ده الأصل في البروتين. إمتى بقى بلجأ لها؟ يعني الجسم هيبتدي يلجأ لو أنا مقلل كربوهيدرات. خلاص؟ يبقى أنا الكتلة العضلية دي هتتكسر ويطلع منها أحماض أمينية تروح تتحول إلى سكر. فين؟ في الكبد، هو المكان الذي يحولها إلى سكر، يصدرها للجسم. يبقى أنا لو قللت النشويات قوي وقللت اللي داخل منها قوي، لازم هيحصل تكسير في جزء من الكتله العضليه عشان احولها الى سكر. طب انا ما قللتش، باكل بشكل معتدل ومنظم، ليه الجسم يكسر؟ مش هيكسر. احنا عندنا العادي بتاعنا في تكسير، حاجه اسمها تيرن اوفر، يعني ده طبيعي. بس العادي بتاعنا هذا التيرن اوفر في حدود المعقوله، ما بيحصلش كتير، الا لو انا ما باكلش كويس، عندي سوء تغذيه. سوء التغذيه ده مش معناها ان انا ما باكلش، ممكن باكل من غير كربوهيدرات، ماشي، من غير كربوهيدرات، دي اسمها سوء تغذيه. لازم الجسم يكسر لحد ما الكبد يصنع حاجه اسمها احماض كيتونيه اللي هي الكيتونز، يوقف بقى تكسير البروتين. طب في الفتره دي بكسر واحول لايه؟ سكر. ده سؤال حضرتك. طب انا واحد عنده سكر وبياخد بروتينات كتير، هل ده ممكن يرفع السكر؟ اه طبعا، وارد. هو ده الخلاصة اللي احنا عايزين نوصل لها، ان احنا ما ناكلش لحوم كتير، هي ليها حزب باعتدال، اللحوم اخطر على الكلى، اللحوم على الكلى وهتتحول لسكر، زيادتها تحول لسكر، وخاصة لمرضى السكر. طب في عادة يا دكتور عمرو احنا بنعملها غير الحلويات، مش هتكلم عن الحلويات، مفيش داعي اتكلم عن الحلويات. ايوه، لكن مثلا المشروبات الغازيه مع الاكل، وخاصه بقى لو هي حاجات سمينه وفته و و و وفي ناس تقول لك انا ما بعرف، انا ببلع، ما اعرفش ابلع الاكل، لازم المياه الغازيه، ونضيف لها برضو الحاجات الحلوه اللي جنب الاكل دي مع الاكل دي، تعمل ايه؟ بص يا حضرتك، هو دي عباره عن يعني بالنسبه للوزن، هي دي عباره عن حاجه كثيفه الطاقه. انا كده بدال بقول وجبه غير مقيده عشان الجسم يحرق ويبتدي، انا كده دخلت حاجه ليس لها اي قيمه غذائيه مطلقا، وليس لها اي دور في رفع الحرق. فكده كده انا هزيد في الوزن، يبقى خلصنا القصه. يبقى بالنسبه للوزن هتزيدي. بالنسبه بقى لقصه ان انا هيفتح شهيتي ولا مش هيفتح، الله اعلم. في ناس يفتح شهيته، وفي ناس اللي هم اساسا ما عندهمش الشهيه مرتفعه، لو شربوا حاجه زي دي ما ياكلوش ربع اكلهم. انما وزن هيزيد؟ هيزيد. الا الناس اللي هم ما عندهمش زياده وزن، او حجمهم قليل، او وزنهم قليل، لما بيشربوا حاجه زي دي بياكلوا ربع وجبه، فهو ينزل في الوزن. طيب تاثير الحاجات دي على الجهاز الهضمي بقى يا دكتور؟ وزي ما قلنا برضو يعني حياتك، كل ما يدخل له حسابه. وانا كنت لسه بقول للدكتور عمرو بيه ان حتى التغذيه
الطبيعيه اللي الانسان بيعملها لنفسه او العلاجيه اللي طبيب التغذيه بيقولها له بتعتمد على ان انت كبدك سليم من الاول ولا لا، المراره سليمه ولا لا، المعده سليمه ولا لا. يعني واحد عنده قرحه معده وارتجاع مريء، يبقى لازم يبقى في عقل في الاكل اللي هيدخل. يعني لو واحد عنده ارتجاع وكرشه قد كده ويقوم واخد الحاجات اللي بياخدوها في العيد دي، انا الحقيقه ما بنعملهاش، هيجي له ارتجاع وهيجي له تخمه وهيتعب. لو كبده تعبان هيتاثر تاثر سلبي. لو عنده حصوه مراره او عندها حصوه مراره قليلا من الدهون هيجيب لها كريزه. اللي عنده مراره ما ياكلش دهون. طب خلينا بقى نحط هنا قائمه الامراض اللي الناس تاخد بالها وهي بتاكل اللحوم، مش بقى عشان زياده الوزن، عشان الصحه والامراض الصحيه. طب انا هقول لحضرتك، لو انت عندك هقول لحضرتك حاجه، اتفضل. هو الاول السليم، ما هو سليم السليم، السليم اللي ما عندوش حاجه بالطريقه دي هيتعب. ده حقيقي. النهم في الاكل والاستعراض في الاكل، الناس ما عادش بتفكر. ممكن ساعات يا مدام سهير الناس بتاكل بتزهق. ايوه بقى زهقان بقى حط نفسيا همك في الاكل. ايوه ده حقيقي. انما بقى لو انا عندي حموضه عاليه وارتجاع في المريء، ايوه هنا بقى اللي عنده امراض ينتبه اكتر، وقرحه 12 وارتجاع وقرحه لا تتخن معدتك ولا بالسلطه حتى. يعني التخمه نفسها وزياده كميه الاكل غير مطلوبه، لانها هتلخبط الهضم وهتقلل عمليه معادله الحمض، هيحصل ارتجاع شديد بيتخنق. الناس كتير بيجي لهم كريزات بيتقال لهم انها مشكله في القلب، هي بتبقى بيسموها في ذبحه في وفي ذبحه قولونيه، في ذبحه في الجهاز الهضمي. دي حاجات خطيره تانية، حاجات اخرى بقى اللي هي ضيق في الشرايين المغذيه للامعاء، فبيحصل اللي حضرتك بتقول عليه ده اللي هي ابدومينال انجينا، اللي هي كانه ذبحه زي ما انت قلتي بالظبط. مدام سهير لما بالعدوى بقت دكتوره شامله بالعدوى ما شاء الله. ايوه. فالعدوى بقى قلت المراره والكبد ياخد باله. ما قلناش الناس ما تاكلش، ياكلوا ويتبسطوا بس بالشويش، كميه قليله. وبعدين لو عايز الخروف خد فيه حتت حلوه وجميله، بلاش الدهون، بلاش يعني بالتعقل. وين يقول لك ايه ده، انا كمان هعمل المنديل هعمله محشي، ايوه، وهحط مش عارف ايه. دي احنا ولا تقتلوا انفسكم. بالظبط. نيجي للقولون بقى. اللي عنده قولون عصبي ده ابو لمس. ابو لمس، يعني القولون العصبي يتاثر بالاكلات اللي مش طبيعيه اللي احنا بنعملها في العيد دي. ده حقيقي. اللي عنده قولون عصبي بيتاثر بالحر والبرد والنفسيه، والثالثه بقى الحاله النفسيه. فاحنا دلوقتي طبعا الدنيا كلها بقت مشاكل نفسيه حلوه، والناس كلها بقت عندها مشاكل الحقيقه. ف ما نجيش بقى نزود اللي عندنا بلخبطه الاكل. ايوه. يعني احنا في العيد في بكره ان شاء الله الوقفه في الصيام، ويقول لك طب انا هعمل في البطاطس وحته بتاع مشويش. أيوة. صايمين بقى فناكل، سيبينا ناكل. احنا بنصور الاكل كل الوقت بيتم انتقاد عمرو، يعني. عليه لان عمرو بيعمل نظام جميل جدا الحقيقه.